معنا واحد السلطه ونشتغل في اطار التعاون. هادشي كنسمعوا في المجلس كله حتى في الجماعه الضامنه. بالسلامه والعافيه حتى هما دابا تجيهم شي حل. ايوا فين هو التعاون اليوم؟ اليوم ما بقيتوش بغيتوا ديروا التعاون مع السلطه. ما بقيتوش بغيتوا تتفاعلوا ايجابيا مع السلطه غير اليوم. شنو الجديد؟ انا رايي ان هذا المجلس خصو يكون منسجم مع راسو. خمس سنين هذه هو غادي في واحد المنهج ديال التعاون، خمس سنين هو غادي اللي جات عنده تيقول لا اي، وخمس سنين هو اللي تقالت لي لا تيقول باقي مسعود. ايوا يكمل زعما هذا المجلس اليوم عاد غادي يكتسب البطوله ويدير المواجهه ويدير. انا كيظهر لي نبقاو غاديين في نفس المنطق اللي بدينا به نكملوا به ما بقى لنا شيء. بدينا من باطحين نكملوا من باطحين، شنو المشكل عندكم؟ لما خمس سنين نحن من باطحين اليوم عاد غادي نقولوا لا هادشي ماشي معقول. هذا من ناحيه المبدا. وانا البارح السيد الرئيس في اللجنه وانتم بقيتوا كتكلموا وتقولوا الارقام وتقولوا اقتراح عندنا السيد الوالي ومن 100 مليون 120، وقلتها لك بصريح العباره وانا عاد نقولها لك اليوم. عندك اشكال سياسي محض، ما عندكش اشكال تدبيري نهائيا. اليوم عندك مشكل سياسي، وباعتباره مشكل سياسي وباعتباره اختيار سياسي خدا هذا المجلس من النهار الاول يكمل فيه ويبقى منسجم مع راسو. وانا كنقترح اننا ناخذ الملاحظات ديال السيد الوالي بعين الاعتبار كلها جمله وتفصيلا كما جات في اطار التعاون الايجابي وفي اطار كما بدانا على ذلك هذه خمس سنين. هذا هو الراي ديالي، خصنا نلقاو مع بعض ما غايكونش مجلس سكيزوفريني. خمس سنين هو في التعاون واليوم ما بقاش هذا الشيء تعاون. كيبان لي من الناحيه السياسيه انا كنقترح ان المجلس وانا غنمشي في هذا الاتجاه، هذا هو الاتجاه ديالي. غنمشي في اتجاه ديال اطار التعاون مع السيد الوالي، لان السيد الوالي دار لنا ملاحظات ما يمكنش حنا في اطار التعاون هو غيكون باغي لنا شي حاجه خايبه، ما بغى لنا الا الخير وما يمكن لنا الا نقبلوه. وانا كنقترح اننا نشكروا السيد الوالي على هذه الملاحظات اللي دار لنا ونبهنا ورجعنا الى جاده الصواب. هذا من ناحيه سياسيه. ناحيه التعاون الشرعي. بالنسبه هذا الواقع انا والله كنقول قناعتي، انا كنقترح وكنطلب من المجلس انه نوجهوا رساله الشكر للسيد الوالي اللي نبه على الاغلاط ديالها. اطار التعاون دائما. اطار التعاون. هذا الواقع، انا كنتكلم على خمس سنين دازت هادشي اللي وقع فيها. كيقولوا وقلتها لك البارح. ماء الحياة بدون كجهنم وجهنم بعز خير من زيلي. واللي كنت كنقول لك انا شحال هادي كنقول لك من داداك دادي واجعل ولادك عبيدو ومن عاداك عبيدي روحك ما هيش بيدو. شي في واحد الاتجاه كمل 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 هذا الاختيار فرح تمشي على راسك. هذا من ناحية كيف قلت السياسي، من ناحية ديال البرمجة اللي بقات فيها ديال الجمعيات واللي دازوا 12 مليون ديال الدراهم 13.2. وغادي نحترم فيها ان هذه الجمعيات تكون عندها المنفعه العامه. الجمعيات اللي عندها المنفعه العامه في المغرب وفي الدار البيضاء بالخصوص ابواب التمويل عندها متعدده. ما يمكنش نزيدوا الشحمه في دار المعلوم. هذه الجمعيات اللي عندها هذه الصفه ديال المنفعه العامه المصادر ديال التمويل ديالها موجوده ما يحتاجهاش لمجلس العماله. غادي نعطيك انا يمكن الا بغيتي نصوب لك لائحه ونعطيها لك ديال طن الجمعيات اللي عندهم المنفعه العامه تتعدى ميزانيتها الميزانيه ديال مجلس العمل. كتلعب في المئات ديال العشرات ديال الملايين ديال الدراهم، ماشي انا اللي غادي نعطيها الدعم. وبالتالي ما يمكن ليش نمشي في هذا الاتجاه ديال الجمعيات شرط انها تكون عندها المنفعه العامه. بغيت غير نتفاعل شويه مع السي اي العديله اللي يطلب منا. وهذا بالنسبه لي شيء انا ما لم استغرب له متوقع انه ما فيها باس بالنسبه للمواد الغذائيه. وعاود السكيزوفرينيا واش هي منطق؟ الا عندنا منطق غادي نقبلوا به شي امور نقبلوها كلها الا كانت غادا في نفس المنطق، ولا عندنا شي منطق غنرفضوا به شي امور نرفضوا كل شيء الا كانت غادا بنفس المنطق. لا نقبلوا هذه نحيدوا هذه. شنو دابا بغيتي نفهم انا؟ والله الا بغيتي نفهم، والله الا ضرني راسي، والله الا حرام عليك، والله الا شي عرق غادي تسوط عليا في مخي.
اشنو نديروا له شويه خاطر هنا ويدينا هو خاطرنا هنا ما فهمتش انا التعامل ديالك دي. انا ما فهمتوش. رد بالك السيد رئيس تاع القضيه مهمه غادي ننبهك ليها، ماشي ننبهك ليها نذكرك بها. اليوم انت السيد رئيس درتي اللي عليك كما يلزمه ذلك القانون. انا هاد القضيه خصك دير واحد القراءه مزيانه لهذيك الفصول. القانون تيقول انه من بعد كي توصل السيد الرئيس اسباب الرفض ديال تاشيره الميزانيه هو ملزم انه يعرض التعديل. سيد رئيس المهمه ديالك انتهت من عرضتي التعديل. تفضل سالت اللجوء الماده 186 اللي كتعطي الحق لان السيد العامل الوالي ديال الدار البيضاء انه راه ماشي اعتمد الميزانيه للسنه اللي دازت، راه انه وضع ميزانيه على اساس ميزانيه للسنه اللي دازت ماشي اعتمد الميزانيه. في حالة ما إذا لم يقم الرئيس بمهمته، ماشي المجلس. الرئيس أدى المهمة ديالو. وصل برسالة دار ميزانية تحليلية حالة على المجلس. في حالة ما إذا رفض المجلس راه القانون ما كيجاوبش على هذه الحالة. المسلمين ويشافي المصاب. طيب، أول حاجة في التفاعل ديالنا مع هذه النقطة اللي هي فريدة وأساسية في نقطة جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية والتي كانت والتي هي تفاعل فيها تقريبا مجلس العمالة في شخص الرئيس وفي شخص المكتب إيجابيا بتطبيق القانون التنظيمي. اليوم أنا عندي مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى هي أننا فعلا هذه الفترة بحكم أننا دوزنا المرحلة السابقة ديال مجلس عمالة الدار البيضاء وهذه الفترة كان ممكن أننا نلمسوا هذا التحول. أن ملي كنقولوا في مرحلة انتقالية فعلا مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية ما يمكنش ما نقولوش أنه فيها التعاون ولكن فيها حتى محاولة فهم القانون التنظيمي في حد ذاته، لأن كانت مجموعة من الاختصاصات ومجموعة من الصلاحيات ومجموعة من الأعراف والممارسات كانت تمارس. صحيح كنا بلا على مستوى نحن كأعضاء منتخبين استصحبناها معنا، وحتى كاينة ممارسات ومجموعة من 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 الأمور أو التطبيقات كانت تمارس من عند سلطة التأشير اللي كانت سابقا هي السلطة الأميرة بالصرف عادي. يعني حنا كنتفاعلوا كنحاولوا ننزلوا المواد ديال القانون التنظيمي. اليوم ملي كنتكلموا على أول مرة كنفعلوا هذه المادة 180 على مستوى مجلس عمالة الدار البيضاء. ممتاز. السيد الوالي دار الملاحظات ديالو بسطها لنا الاستجابة والتفاعل الإيجابي بتطبيق المادة كان في الإبان ديالو في الفترة القانونية ديالها. حنا في الفترة ديال 15 يوم دار المكتب دار في اللجنة، اليوم حنايا في المجلس باش كنتفاعلوا مع هذه الملاحظات. قلنا مجموعة من الأمور علشان قلت مرحلة انتقالية ومرحلة فهم القانون، لأننا وحنا تنظروا كنلقاو حنا في الفترة الإعداد الميزانية أعددناها بكل وعي ومسؤولية باستحضار حنا شنو الاختصاص ديالنا كمجلس عمالة واللي هو الطابع الاجتماعي والتخصص الاجتماعي اللي ما فاتنا أنه كل مرة يتم تذكيرنا به. يعني عادي مني وحنا تنحطوا مشينا وشدينا هذيك لانوموكلاتيغ للاشاره، باش لانوموكلاتيغ ماشي حنا اللي حطيناها، ماشي المجلس اللي حطتها وزاره الداخليه. يعني وزاره الداخليه وهي تتحط لانوموكلاتيغ والتبويب ديال مجلس العماله كانت اكيد شاده القانون التنظيمي وهي تراعي الاختصاصات ديالو وتتحط. النهار اللي حطت وزاره الداخليه اعانات مقدمه للمؤسسات الخيريه العموميه كانت واعيه انها سادغيس لمجالس العماله والاقاليم. يعني كنتكلموا ان هذه الجماعه الترابيه اللي هي مجلس العماله عندها اختصاص التعامل مع هذا. كنتكلموا على اعانات مقدمه للمصاريف الاستشفاء المعوزين، ماشي حنا اللي حددناها، حنا لقيناها في لانوموكلاتيغ في التبويب. النهار اللي جينا حنا تنحطوا الميزانيه قلنا انا الاول اليوم حنايا في سنوات الازمه سنه 2020 سنه 2021 اللي الحمد لله كل شيء متجند للتعبئه لتغطيه النقص اللي حاصل على المستوى الاجتماعي، فاش لقينا انه راه اليوم راه كاين الناس اللي ما قادرش تشري هذاك الفيتامين سي اللي هو 15 درهم، راه كاينه فئات معوزه اللي خصها واحد الاعانه معينه. كل شيء مجتهد، الجمعيات، الدوله، الوزاره، ما جاتش هذا دورها، فاش شفنا هذا اللي بغينا مشينا وحطينا فيها واحد القدر معين.
المساله ديال دفع الفائده للجمعيات هذه انا كنظن حسمنا فيها، حسمنا فيها لان غير بالاطلاع ديال الاشاره حنا صحيح ما تسلمناش الرساله، ولكن البارح وحنا اكدنا على السيد الرئيس وقرا لنا هذوك لي باراغراف وقرا لنا المراسله ودار لنا الاشارات ديال ان الولايه شنو هي الملاحظات اللي قالتها في هذا الباب في هذه الابواب. راه ذكرت لنا بصريح العباره ديال ان هذا لا 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 سميتو مصاريف الاستشفاء المعوزين وهذاك هما لا يدخلون في اختصاص ديال مجلس العمل، في حين انها عندنا في لانون كلوتير ديال مجالس العمل. كاين عندنا المساله الاخرى اللي هي دفع لفائده الجمعيات، الامر الذي اللي تقدمت به المصالح ديال الولايه قالوا لنا انها ما غاتدارش للجمعيات المعنيه. حنا انا كنظن استفدنا من الدرس في اطار التدافع، في اطار اننا من كنحطوا القرار ومني كنمشيو كنناقشوا في انتظار الجواب اللي من عند وزاره الداخليه باش تحسم لينا نهائيا في الموضوع. الاجتماعي كيديروا مجلس الجهه، دابا كيديروا مجلس الجماعه الحضاريه او القراويه، دونك راه كاينه مشاكل، كاينه مشاكل كتعلق بالتداخل والتداخل الاختصاصات ماشي تنازل. هذا كيقول حنا كنا في واحد المرحله كنتذكروا على تنازل الاختصاصات، دابا كاين تداخل الاختصاصات، كاين تداخل حقيقي وكاين بقية التداخل كيتمثل في ان واحد الجامعه الترابيه كدير في نفس الصنف كدير هذه الحاجه وما كديرهاش جامعه ترابيه اخرى من نفس الصنف من نفس المستوى، معناها مجلس العماله نفس المستوى. لذلك لابد، ولكن النقاش اللي كيقولوا الاخوان دابا نقاش صحي خصنا سميتو نهضروا عليه ونفصلوه، خاصه باش يتخذ بعين الاعتبار. حيت قلت لك انا على بعد على الدوره ولا دورتين في 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 المجالس الجهيه، لانه ما خصناش نثيروا قضايا اللي هي مهمه واساسيه باش توضح في 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 المسائل اللي جايه. راه بداو هما غيبداو نهار الاثنين في البرلمان، اول مشروع قانون غيتحط هو ميزاني، هو الجبايات المحليه لا ديال الجهات ولا ديال العمالات ولا ديال الجماعات. نهار الاثنين مع 6 د العشيه غيتحط هذا مشروع قانون ديال الجبايات المحليه. دونك هنا كتكون فرص باش كنقولوا والله دير احنا مثلا العماله راه المسائل على مستوى المداخيل ولا على مستوى هادي ولا على مستوى هادي، راه اللي كاين اللي كاين اللي كاين اللي كاين. دونك بدا راه بدا المسلسل، دابا بدا المسلسل ديال الاصلاحات ديال لان الى درنا التقييم دابا التقييم كنشوفوه في الخمس سنين كنا غادي بواحد الصوره ايجابيه جدا الشركاء ومع المجتمع المدني، ولكن دابا ملي وصلت لواحد المرحله معينه بدا شويه الامور اللي ماشي هي هذيك، وبدينا كندخلنا الشك في القوانين. واش هاد القوانين هادي، واش هاد القوانين التنظيميه هي بالفعل قوانين حقيقيه ومحترمه وهذه، ولا غير البعض منها هو اللي مزيان وهذا وهذا وهذا، كل ما احتاجينا ليه ونأولوه التأويل اللي بغينا ويدوز، ولا ربما في بعض المراحل نقول لها راه ما دايزاش، وهي راه كنا كندوزو في واحد المرحله من المراحل. دونك هنا كتبقى واحد الاشكالات اللي هي خاصها التدقيق وخاصها التوضيح وخاصها بزاف ديال الحوايج. التي وردت في بعض المداخلات التي تريد من ان تركن المجلس الى واحد الركن ليس من اختياري، من مثل مصطلح الاصطدام الانبطاح، هذه مصطلحات جديدة ما سمعناها منذ 5 سنوات، لأول مرة كانت المواد مصطلح الانصدام والانبطاح. إذا كانت مناقشة وإبداء الرأي اصطدام، ما علمنا هذا في أبائنا الأولين، لكن ملي كتناقش حقيقة وتبدي آرائك حقيقة كيسمى اصطدام، لا ما عرفتش. ولك التعاون مع السلطات والتكامل مع انبطاح، انا ما فهمتش. هذا الاطار حنا في كل المداخلات ديالنا ما يسمى اصطدام وابداع راي هو المناقشه،
والتغافل. ما يسمى البطاح هو إبرة التكامل، إلا إذا بغيتنا يكون هناك بلوكاج سياسي أو بلوكاج اجتماعي. إلا إحنا ناقشنا بكل حرية وعطينا الآراء ديالنا بكل تلقائية، أنتم تمارسون المعارضة من داخل الأغلالية، أنتم تعارضون، أنتم تصطدمون. وإذا صوتنا بقناعة منا أنتم آلة للتصويت. ما ردي عليكم، أقول لك كيفاش غنديروا معكم. أصل القضية ما هو؟ أول تنزيل للقانون التنظيمي 112/14، أول ولاية كان نزلوا فيها القانون. والقوانين التنظيمية الثلاث فيها ثغرات، ورمشيت المؤسسة البرلمانية العديد من التعديلات من جميع الفرق البرلمانية حول مقترحات قوانين، لأن أثناء الممارسة أبان المقترحات القوانين أنها فيها ثغرات خاصة مراجعة خاصة تعديلات. والمتغير الجديد والطارئ الجديد هو الجائحة ديال كورونا، التي ربما خلات حتى الموقف الصائب من بعض التنزيلات القانونية ما بقاش كيتضح. حاول ينسجم معاه قدر المستطاع كيف ما حنا حتى كنتعاملوا معاه. انه مثلا قانونيا في القانون التنظيمي تيقول لك العامل هو الذي يحضر الدوره، هو ما حضرش معنا وحتى حنا تفاعلنا معاه ايجابيا. انا كنقولوا ما كنوقفوش عند اوني باتري ليغاليست، كنحاولوا نتفاهموا مع نتفاعلوا ايجابيا وما نسبقوا حسنيه. ما كنعتبر انه ما حضرش معنا ماشي تنقيص من المجلس، ما اعتبرناهاش تنقيص. كنحترموا السي اخ شان اللي كنشكروا على الحضور ديالو، ولكن كنعتبروا انه فعلا ربما لظروف قاهره لتدبير مدينه او جهه الدار البيضاء خلات انه ما يحضرش، ولكن كنعرفوا ان كلامنا غادي يوصلوا وتفاعل معاه شحال من مره. ولكن راه حتى هو غير راه حتى الوالي باش تكونوا واضحين اللي كنديروا حتى حنا ملاحظات، هذا ماشي هو من الزعم خطا، هذا راه غير تفسير ديال القانون. حتى هو ممكن انه يكون عندهم تفسير ماشي ماشي قانوني، وهو اللي حنا داك الشيء علاش خدينا ما اعتبرنا ان ممكن نتفاعلوا معاه ايجابيا وقلنا شي حوايج ما يمكنش حنا متشبتين بها. اذا انا كنظن هذا هو الكلمه اللي بغيت نقول، واسمح لي ان اطلت. شكرا. قبل ما ندوزو للعملية ديال التصويت، لا بأس باش نقدم بعض التوضيحات تعتبرها مهمة. بالمناسبة بغيت بعض الإخوان يسحبوا الكلام اللي قالوه، خصوصا فيما يخص المصطلح ديال المطاح. المجلس الحمد لله رئاسة ومكتبا وجميع الأعضاء ديالو خلال هذا الانتداب كامل من بداية الانتداب أواخر ديال 2015 إلى اليوم قام بالدور ديالو كما يجب، وقام بالدور ديالو المجلس، قام بالدور ديالو حتى تجاه الرئيس وتجاه شحال من مرة والجلسة منعقدة وتقوم بتعديلات اون سيونس تونونت، يعني الجلسة منعقدة وتبدا التعديلات استجابة. بمعنى الحمد لله ما كاينش، نحن تنتكلموا على التعاون راه ما تيعنيش التماهي، التعاون مع السلطة ما تيعنيش اننا نتماهى معها ما جاءت تنقول امين. حنا الحاجة اللي تتجي تنقترح وتنقترح وتياخذوا حتى هما باقتراحات ديالنا، والدليل دليل على هذه العملية ديال التعاون اللي ما تتعنيش التماهي هو الانعقاد ديال هاد والمخرجات ديال هاد الدور هذا مقابل واحد. إذا بهذا نكون سبق المجلس بزاف المعتادة، وأطلب نائبة كتيبة المجلس، نائبة كتيبة المجلس قراءة السيد رئيس. شكرا اخ رئيس، هل لا زلتم متشبثا بتوجيه رساله الشكر السيد الوالي على التفاعل الايجابي ديالو مع الميزانيه؟ ونشكر اذا قطعنا. شكرا.
انا كنقترح ولي المجلس واسع النظر. انا لا ندير له زياره كاع الى في المجلس ما بغاش يشكر الوالي ما عندي ما ندير ليه غير مدرجه في جمع الاعمال. انا كنقترح الى المجلس ما بغاش يشكر الوالي ما عندي ما ندير ليه انا بقية ولاء وعبرة مدفوعة لسد العلم بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة اختتام أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس عمالة الدار البيضاء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. على إثر اختتام أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس عمالة الدار البيضاء المنعقدة في جلسة عمومية فريدة يوم الجمعة 11 جمهر 2020 ميلادية الموافق 25 ربيع الثاني 1442 هجرية، يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس وموظفي هذه العمالة وساكنتها الأوفياء بتقديم أسمى العبارات التقدير والوفاء مشفوعة بأصدق مشاعر الإجلال والكبار لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وسدد خطاه. إن أعضاء مجلس عمل الدار البيضاء يثمنون قراركم باعتماد مجاني التلقيح ضد وباء كوفيد-19 لفائدة جميع أفراد شعبكم الوفي، مما ينم عن حسكم الاجتماعي الراقي الذي ما فتئتم تتشبثون به كي ينعم كل فرد من هذا المجتمع بالطمأنينة والسكينة. أدامكم الله يا مولاي ذخراً وملاذاً لهذا البلد الأمين، وحافظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد عضدكم بشقيقكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله. إمضاء خطيب الأعتاب الشريفة رئيس مجلس الدار البيضاء محمد نجيب عمور. استثنائية من أجل مراجعة ديال الميزانية ديال مجلس عمالة الدار البيضاء برسم السنة 2021 بناء على مراسلة توصلنا بها من طرف السيد الوالي حسب المادة 182 للقانون التنظيمي اللي تحتم على المجلس يعقد دورة في أجل 10 أيام وهو ما تم اليوم. طبعا حنا قمنا ب مراجعة ديال هذه الميزانية بناء على الملاحظات، ولكن كان هناك نقاش حق كان نقاش حول يعني الجانب القانوني اللي يهم خصوصا المجال ديال الدعم والمجال الاجتماعي. القانون التنظيمي تيتكلم على عقد شراكات مع جمعيات استثمار العامة، في حين ان المجلس كان يعني في التدخل ديالو في هذا المجال الحيوي اللي هو مجال تيهم الهشاشة اللي هو مجال اصيل، كان تيقوم بهذا التدخل ديالو مع جمعيات اللي تقوم بالادوار ديالها ديال القرب على مستوى ديال التراب ديال العمالات الدار البيضاء. هذا النقاش هذا ديال المنفعة العامة وكذا، احنا الان تشبتنا بالبرمجة ديال الغلاف المالي المخصص لهذا المجال. بطبيعة الحال غادي نحاولوا نشوفوا الطريقة اللي غادي ان شاء الله نتجاوزوا بها الاشكال القانوني ديال المنفعة العامة. وكان عندنا هنا جوج ديال الامكانيات. الامكانيه الاولى هي ديال اننا نبحثوا على بعض الجمعيات ذات المنفعه العامه اللي غادي ان شاء الله نديروا معها شراكه من اجل تنفيذ البرنامج اللي وضعوه المجلس. ومن جهه ثانيه غادي نحاولوا نديروا شراكات ثلاثيه يعني بين المجلس والجمعيه اللي ستشتغل في المجال بالاضافه للقطاع الوصي. إذا كان القطاع الوصي هو الأسرة والتضامن مثلا فيما يخص المجال ديال الإعاقة، غادي إن شاء الله غادي نديرو شراكات ثلاثية مع الجمعية وزارة الأسرة والتضامن. إذا كانت يهم الصحة غادي نديرو يعني شراكة
مع الجمعيات اللي تشتغل في المجال ديال الصحه مع وزاره الصحه يعني. اذا ان شاء الله هذه هي المقابله اللي غادي نعتمدوها، والان الحمد لله تم التصويت على الميزانيه في اضطرات الشيء عليها، ان شاء الله غادي نشرحوا التنفيذ ديالها والتنزيل ديالها ان شاء الله خلال هذه السنه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد بريجه، عضو من كيس عماله الدار البيضاء. اعتقد بان هذه الدوره هي دوره استثنائيه لاعاده قراءه مشروع الميزانيه اللي جاب واحد المجموعه من الملاحظات من طرف سلطه الوصايه. عبرنا من خلال هذه الجلسه على ان المبدا هو التكامل، هو التعاون، هو التنسيق ما بين السلطات المحليه والجماعات المنتخبه. واكدنا كذلك على انه الجماعات الترابيه والسلطات المحليه كشركاء هما وجهان لعملة واحدة. لا بد من التنسيق، لا بد من التعامل، لا بد من التكامل. وذكرنا بأن المجلس ديال العمالة هو مجلس اللي خصو القانون التنظيمي 112 على 14 بأنه عنده لافوكاسيون سوسيال، بأنه عنده التخصص الاجتماعي. وهذا التخصص الاجتماعي من خلال مراجعة القوانين التنظيمية الذي الجهة ولدي الجماعة الحضري والقرية، ينبغي أن يحسن. لأننا كنشوفوا دابا كل شيء تيدير الاجتماعي، الجهة كدير الاجتماعي، مجلس المدينة تيدير الاجتماعي، مجلس العمل ألور كو مجلس الجهة كيدير كيدير الاستراتيجية التنموية، الخطة التنموية على مستوى الجهة بكاملها. وكنشوفوا بأن مجلس المدينة تيدير خدمات القرب من النظافة ونقل وكذلك التجهيزات الأساسية والبنية التحتية. وكيبقى للمجلس العمالة الجانب الاجتماعي اللي هو دعم القطاع ديال التعليم الأولي، دعم القطاعات الصحية، دعم القطاعات ديال الشباب والرياضة، دعم القطاعات اللي هي عندها طابع اجتماعي. لذلك لابد من وهذه السنة الانتخابية بامتياز، وسنة على بعد دورة أو دورتين من الانتخابات والاستحقاقات القادمة، لابد من أن يستمر التكامل، لابد من أن يستمر التعاون، لابد من أن يستمر التنسيق. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.